ان شاء الله. هل فعلا هنقول نلبس غوامق ونلبس اسود عشان بيلم الجسم؟ اول حاجه اللبس الغوامق للناس السمينه ده حاجه مهمه جدا. احسنتي خلاص. المكان السمين يعني زي الفنان الكوميدي سمير غانم المصري سني لابس اسود طبعا. انا بص الفنانين دول انا بحترمهم جدا وحبايبنا ودي قامه فنيه كبيره. بصي هنا لابس اسود في اسود ولابس النظاره كاركتر على اساس الناس ما تشدش الا على النظاره الشكل بتاعه، فهو انيق وكوميديان فالناس بتحبه عشان الابتسامه بتاعته. وبعدين اهتم في المظهر، فده ذكاء فنان. فالناس الكبار في السن، الناس اللي عندهم سمنه في السن، ده حاجه من حاجات القامات الكبيره اللي ممكن حد يتعلم منها. المكان السمين لازم نغمقه، والمكان بص نجم الاستاذ عاصي الحناني. عاصي الحناني من الناس اللي صوتهم حلوه وقامتهم حلوه وكله حلو بصراحه. كله حلو بصراحه. بعدين الغناء بتاعه حلو، بالاضافه للغناء بتاعه بص اطلالاته دايما لو تشوفي برامجه الاخيره بيلبس اسود. هو تخن في الفتره الاخيره؟ مزبط. فلبس اسود يعني، هو حتى من الناس اللي هو دايما وزنه فوق ووزنه تحت، وزنه فوق يطلع وينزل. بصي في حاجتين هنا مهمه بالنسبه لنا، الحاجه الاولى هو لابس اسود في اسود عشان خلاص الاسود هو يعمل لك بلاك وحطت بروش هنا خلاص فهو شد الانتباه على هنا صحيح، وعمل لك بلوك مش هتقدر تشوف ايه اللي وراه خلاص هو عمل لك اسود. الحاجه الثانيه الجلي، بص هناك هو لابس جلي عشان الجلي من بيلم بيلم الجلي مش هيبين الجوانب مش هيبين هنا مش هيبين حاجه زي كده. فده ذكاء، هو صح سنه شويه اوفر ويت لكنه ذكاء. بص هنا، بص الصورتين هنا تقريبا هم كانوا الفنان احمد زاهر وزوجته يعني اختلفوا تماما 180 درجه. بس الفنان احمد زاهر كان تعب وخد ادويه وخد كورتيزون وكده وبعد كده خس فعلا جدا جدا. الحاجه برضو المهمه، شوفي هو لما كان سمين ومراته غوامق يا سلام عليك. بص لما بنحف هما الاثنين ايوه بداوا مشجر بقى وابيض لان الحياه حلوه بقى. بص انا دي المثالين انا بحب دايما اقولهم ليه، لانه هو ومراته عملوا الروجيم مع بعض صح. فعايزه تبداي روجيم ودايت انت وزميلتك حد معاكي يشجعك. تيم ورك يا سلام. تيم ورك حد يشجعك حتى في الريجيم لازم تيم ورك، يعني ما ينفعش انا اعمل وصاحبتي على جنبي بتاكل الشوكليت كيك ما تصلي اكل بقى سمر بقى ما ينفعش يا معها كده الحلويات.